رجل أقسم بالله لزوجته عند زواجه بألا يتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة، إذا أراد الزواج لا بأس أن يتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع له أربعا فلا بأس، وعليه كفارة يمين إذا تزوج، ويرضي الزوجة بما تيسر من المال عن وعده لها. هذا الأمر يسير، أقسم لها لا يتزوج عليها ثم بدلها أن يتزوج، كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوة يعني. لكن الشيطان يشرع تشريعات عجيبة، يعبث بابن آدم. بعضهم ماذا تقول له؟ قل، هو بعد يسمع كلامه، إن تزوجت علي فزوجتي طالق، فأنت طالق. يعني تلفظ بالطلاق المعلق. أولا بعض العلم ترى المعلق يعتبره طلاق، ليس بالضرورة حتى يقع ما علقوا عليه، الأمر خطير. ثانيا أنت لست ملزم بهذا الكلام، وهذه بعد ما يجوز لها أن تقول هذا الكلام. سبحان الله، والله تشريع شيطاني هذا. الشيطان، إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول الله ما لا تعلم، وما كان ربك نسيا، الله جل وعلا ما ينسى شيئا. لو كان هذا من التشريع، راح التشريع رحمة لشرعوا لعبادة. كيف تأتي امرأة تقول لزوجها قل إن تزوجت عليك فأنت طالق، بحيث أن من يتزوج على طول هي وقع الطلاق؟ هذا ما أنزل الله سلطان. سبحان الله، الجهل وما يصنع بأهله، الهوى وما يصنع بأهله، الجاهل عدو نفسه. يعني بعض الناس يأتي بالزوجة ويضعها في زاوية حرجة، إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا فأنت طالق. بلغ الأمر أنه يأمرها بأمرين متناقضين، إن لم تفعل كذا فأنت طالق، وإن فعلت كذا فأنت طالق. ماذا تفعل؟ بعض والله بعضها في حال نفسية، تقول ذاك 40-50 مرة معلق الطلاق على كذا وكذا، وحتى تقول نسيت أنا شو اللي أفعل وإيش اللي أفعل وإيش اللي ما أفعل. هذا زوج، هذه معاشرة بإحسان، هذا حرام. وبعض من أسوأ ما سمعت أنه يقول له إن كنت تعرفين أحد قبلي قبل الزوج، إن كنت تعرفين علميني، وإن كنت على علاقة أو معرفة وما علمتيني فأنت طالق. طيب هذا ماذا تفعل؟ أفضل أنها كانت طايشة ولا كانت مراهقة ولا وقعت بشيء من هذا. إن قالت لك مشكلة، ولا لم تقل عاشت بالحرام معك وأنت لا تشعر، أنت وقعت الطلاق بهذه الحالة.